السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج الفاضل عبد الكريم سليم السعدي أبو طارق، وهذا الجزء هو الجزء السابع من هذه المقابلة. حجي، كم مقبرة كان في المزار؟ المزار كان فيه مقبرتين بس، وين؟ إن تقريبا المقبرة الكبيرة كانت غربي المزار، جاي جهة الغرب يعني. في مقبرة فيها كم من قبر جاي تقريبا للشرق الجنوبي من المزار، لكن المقبرة كلها تقريبا غربي المزار. طيب، لما كان يتوفى أحد أبناء المزار عمي، كيف كان يتم إبلاغ وإعلام الناس عن حالة الوفاة؟ الناس اللي في الخارج يعني، اللي في الداخل واللي في الخارج. في الخارج الناس يروحوا يعني، يودوا واحد من كل للكرة أو شيء إذا كان بهمهم يعني أمر هذا، إنه فلان توفى فيجوا وراه يعني، زي ما كلوها بيجوا بيعزوا يعني. زي مثلا زرعين، زي دير غزالي، زي جلمي، هذول الكرة نورس اللي حوالينا. نعم. شايف كيف في بيننا وبينهم صلة يعني. إذا توفى واحد مثلا، فواحد يروح يخبر انه هذا اللي بيحب يجي يحضر هالجنازة وصلوا عليه. ما هي قراءة قريبة، ساعتين زمان، ساعة زمان بيكون اجل اللي بده يجي يصلي مع الجماعة اللي يصلوا ويحضر الدفن ويعزوا فيه. طب حجي، غسل المتوفي وين كان يتم؟ في البيت ولا في الجامع؟ لا، في الجامع. في الجامع. طيب، وبعد الشيخ اللي كان يغسل كمان. نعم، الإمام اللي يعني الخطيب اللي والصلاة عليه بتتم في الجامع. في الجامع، نعم. طيب عمي، يعني كل أبناء القرية كانوا شاركوا في الجنازة ولا؟ طبعا كلهم، أقل منها هذه يعني، أقل ما يكون. في طيب حجي، الناس كانوا يأخذوا بخاطر أهل المتوفي على المقبرة ولا لما يروحوا على بيت العزاء؟ والله هم كانوا أكثر شيء على المقبرة، وفي نفس الوقت كمان برضو لا يعني إنه على المقبرة انتهى، برضو يرجعوا على البيت يأخذوا. نعم. ثلاث أيام هذولا. النساء كانوا يتبعوا الجنازة حجي؟ لا، النساء ما كانوا يسمحوا لهم أبدا. لا، جنازة ما في. طيب حجي، كم يوم كان العزاء؟ ثلاث أيام، على السنة زي ما بيعرفوا يعني، موجود الآن ثلاث أيام العزاء فقط. أول يوم وثاني وثالث يوم. طيب حجي، أهل المتوفي كانوا يتلقوا عزائم أو يعمل لهم ولائم للتخفيف عن مصابهم مثلا، أو الكرة هاي الكرة بالعكس، هاي الكرة أهل المتوفي ما كانوا يعملوا شيء، هذا يتسابق، وهذا يتسابق إنه بده يعمل أكل ويودي لمين؟ لأهل المتوفي يعني مش حتى القرايب يعني، حتى جيرانهم يعني. شايف كيف؟ يعني جيرانهم يعملوا أكل وهم ما يعملوا شيء، ويودوا لهم الأكل، بل ويزيد الأكل لو أجوا ناس من برا كمان يغدوهم مثلا. طيب حجي، اللي أيضا اللي كان يجوا عزوا، هل كان يجوا يحضروا معهم أشياء معينة مثلا، سكر، رز، ذبايح؟ لا، ذبايح ما كانش. إذا بدي يجي واحد يعزي يعني، ممكن بهار قهوة، جيب معه كيلو، نص كيلو قهوة، كيلو قهوة أو بهارات أو شغلة من هالنوع هذا. إنما اللي كانوا يجيبوا ذبايح إذا كان في عرس مثلا، أبو أسامة بده يزوج ابنه، معروف أبو أسامة، ودى اللي مكتوب. أنا ما كانش تعرف لا في تلفونات ولا في سيارات، يبعث. طيب، رح نيجي للعرس أنا إن شاء الله. نعم، رح نيجي للعرس بعد شوية. لا سهلة. طيب حجي، في حدا من أبناء يأخذ خروف مثلا؟ الناس، لا، أنا أبو طارق وضع كويس، وأخذ خروف كان يعني مثلا، أو في عندهم غنم، في عندهم خروف وسخل أو إيش أو وعنزة، وأديها طيب حجي، حدا استشهد يعني، حدا توفى من أبناء القرية كشهيد وليس وفاة طبيعية؟ اللي استشهد أتذكر هو فرحان السعدي، أنا ما حضرتوش طبعا، ولا كنت صغير مش خلقاني يعني، يلا كنت، لأنه هذا كان مع الثوار. واللي استشهد زمان قبل أطلعنا من البلاد، ما في كان بيننا وبين اليهود أنه حد استشهد مع الإنجليز يا حاج. مع الإنجليز يعني. الشيخ فرحان السعدي، حسب معلوماتك، هل يعني جنازته أو عزاءه كان مختلف؟ نعم، بالذات كان يعني السعدي. كنت تسمع مثلا أن جنازته مهيبة، أجوا حتى من جنين وجناس كثير، وأجوا من ناس من القرى لفرحان السعدي الله يرحمه، لأنه عليه رحمة الله كان يعني مثل ما تقول هذا الرجال
معروف في القرية، وهو من كبار يعني أهل القرية بالنسبة لفرحان السعيد. أنت شخصيا عمي ما شفته أو ما بتتذكرش؟ ولا بتذكر شيء، إلا أنا أسمع بس مش أكثر. بس أنا رحت على السجن، إلا أنا رحت على الضفة الغربية في السبعينات، ورحت على عكا وشفت السجن وشفت المكان اللي فت أنا وياه. دخلنا بفلوس طبعا، دخلنا ما خلونا اليهود ندخل إلا إذا دفعنا. لما تدخل على السجن لازم تدفع فلوس، يعني بتذكره. قال لي هون في هذا المكان عشان اكو اولاد الحرام، شايف كيف الانجليز. نعم، كان في فرج يعني الغرف حتى اللي كانوا يحطوهم فيها يسجنوهم فيها، والمشنقه لحد الان معلقه حاطين حبل وتاركينها كانها يعني في سجن عكا اللي بيدخلوا. طب حجي، حدا من ابناء قريتك ادى فريضه الحج قبل النكبه؟ نعم. منين حجي؟ اللي أدى فريضة الحج إبراهيم اللمين البيك من دار البيك عليه رحمة الله حج، ومن أخر حج أنا هذا اللي بعرفه. هذا على وعيك ولا قبل وعيك يا حاج؟ لا هذا على وعي، كان عمره 11 سنة أنا وعشر سنين، وراحوا لاقوه في مرج بن عامر. أي نعم، وراجع وهو جاي لاقوه بالخيل. طب هو رايح حج وين ودعوه؟ ودعوه وهو رايح شو اسمه برضو، انا بعرف ما اتذكر وهو رايح. انا بتذكر لما اجى رحت انا ولا روح مع ابوي، كان في يعني في خيل يطاردن حتى وين في مرج بن عامر. نعم، هناك عند لما بيجوا من وين، بيجوا من حيفا، كانوا الحجاج وينزل الباص عند باب الثنية بسموه بالمرج هناك، وبعدين نزل هو. أذكر حج هو ومرته والله أو لحان، ولكو شو يعني هالمزار، وجابوا بس ما طولش عليه رحمة الله وتوفى، لأنه كان مرضه هناك صار في شغل في رجله، ممكن قاعد بيطلع شهر الله يرحمه وتوفى عليه رحمه الله. رحمة الله أمين لبيك السعدي. طيب يا حجي، يعني شو وسائل النقل اللي كانوا يستخدموها في الذهاب إلى الحج؟ كانوا يستخدموا يطلعوا من بلدنا إحنا خاصة يعني القرى، يروحوا على حيفا، ومن حيفا يطلعوا بالمراكب في المركب في البحر. في البحر. نعم، نعم. راحوا إجا في البحر. هذا الحج. طيب يا حجي، كانوا ينقطوا للحاج قبل ما يسافر؟ ينقطوا؟ ما بعرف، لا أذكر. طيب كانوا يعملوا له تحنينه؟ حننوا له؟ ايوه، ليلتين وثلاث. هي التحنينه. تذكر شو التحنينه بالضبط يا حجي؟ شو كانوا يغنوا وشو كانوا يهتفوا؟ كانوا يروضوا. يروضن كلن بشبش عجينك حجي كومي خبزي الله يعينك ان طلوع الجبلي، هاي كنت اتذكرها من هناك. قال بشبش عجينك يعني خير خمر وزاد. مش بخمروه؟ نعم. ويطلعوا فيها نشأ كثير والله، أنا بس هاي ذاكر من هاي الجملة أنا. طب هاي شغلات كانوا يحكوا فيها الناس. كانوا زينوا البيت قبل ما يجي يا حاج؟ يزين بطريقة غير شكل. طيب عمي، لما إجا الحاج محمد عبد الكريم، هو اسمه إبراهيم الأمين السعدي. إبراهيم الأمين السعدي. إبراهيم الأمين هذا الأمين، عفوا، إبراهيم البيك السعدي. إبراهيم الشيخ هو اسمه ابراهيم الامين البيك، الامين البيك السعدي هو اسمه الامين، لانه ابن ابراهيم هذا. انا اخطات، اسمه ابراهيم، اسمه الامين البيك. اقيمت ايضا له ولائم وعزائم. نعم، وبعد ما اجى طبعا كل البلد تقريبا عزمته بعد ما اجى من الحج عليه رحمه الله. عليه رحمه الله. نعم. طيب يا حجي، بدنا نسالك عن الزواج. لما كان واحد ينوي يتزوج، شو كانت يعني الاجراءات المتبعه في ذاك الوقت؟ يعني لما كان بده يتزوج بده يجهز، يعني اللي انا بعرف انه. طيب خليني اسالك انا حاج، هل كانت في عاده انه الام او الاخت تروح تنقد العروس مثلا، او تشاور العروس او تشاور العروس؟ لازم قبل انه هذا بدها تروح الام وتشوف العروس وتنقدها. هاي ما كانش زي اليوم روحوا يمشوا وياه وهذا الحكي، ما فيش الام اللي تنقد. طيب لما تنكد والله صارت موافقه حجي، بتروح جاهه؟ كانت تروح الجاهه كبيره، تكون الجاهه ولا يعني عدد بسيط من الناس؟
لا يروح جهة كبير يعني بالنسبة للقرية، يروح 5 6 رجال نعم. لعند أبوه هذا. لما يروحوا لعند أبوه حج، كان يقدم لهم ضيافة معينة ولا قهوة وشاي بس؟ قهوة قهوة وشاي. أما أكل وشرب لا؟ لا عادي. طيب حج، كان عندكم مأذون شرعي في القرية؟ المأذون الشرعي كان نفس الشيخ الموجود في المسجد. شو اسمه الشيخ حجي؟ الشيخ فضل. إيه هذا الشيخ سعيد. والشيخ فضل فيما بعد. الشيخ فضل فيما بعد. خليك يا حجي. طيب الشيخ سعيد الشيخ. طيب حجي، كم كان المهر المتعارف عليه في ذاك الوقت؟ ما هاي المهر هذا ما تسألش عنه. أبو طارق، أهلا وسهلا أبو طارق. السلام عليكم. والعبد أخوي هذا مش أبو طارق، عبد الحميد هذا أبو محمد. السلام عليكم. إحنا بدنا نخفف الكلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا حياك الله. ما يرضى هذا ابن أخوي وهذا أخوي. الله يرضى عليك وحبيب. الله يرضى عليك تسلم. استريح حياك الله يا وحبيب. الله يرضى عليك. عمي شو كانت قيمة المهر يعني بذاك الوقت؟ مرة ثانية أسألك. كان كبت الوقت 50 دينار 70 دينار 100 دينار. طب كان يختلف المهر بين يعني قريب قريب أو البعيد؟ طبعا بنت العم مهرها أقل والغريب كان أكثر، وكان يلحق 200 و300 و400. نعم. كمان. طب دائما كان المهر فلوس ولا ما كان ممكن يكون مثلا حلال أو أرض أو أرض؟ لا كان يكون فلوس وحلال. يعني أنا اللي أخت تزوجت فلوس يعني الله يرحمها كبيري، كان مهر عالي جدا كمان أبوي طلب ودفعوا يعني كان 500 دينار يعني هذا أعلى مهر كان في بدي أقول لك في المزار كليتها. وفي جنين بعد يعني. وفي جنين فعلا هذا يعني المهر لما كنا ناس ما حداش يعني يصدق يقول لك المهر كله 50 إلى 100. فبكونوا اللي بدوش يتجوز. طب شو سبب يعني؟ بعرفش. اللي بدوش يتجوز بنته بغلي مهرها، فهذول جماعة قالوا احنا بندفع. طيب حجي، ابن العم كان له أولوية في ال... ابدا ابن العم اولى واحد فيها ابدا ما في مجال. ابدا ابن العم اولى. طيب حجي البدل كان موجود البدل مع الاسف انه هذا بقول لك حتى مش ما بعرف من ناحية شرعية كان موجود يبدل وهادي بهادي. طيب كان له مشاكل البدل يا حجي؟ إله مشاكل. إذا زالت هذه بيكون مربوط زعل هذه بهذيك. إذا زالت أخته مثلا، أنا زوجت هاي بنت عمي، بنت عم زوجتي، وأخذ مثلا أختي، إذا زعلت أخته هو يزعل أختي يروح. وهاي من العادات السيئة بالبدل، وهذا خطأ يعني نتيجة جهل الناس كانوا في الكرة حكاية البدل هذه. نعم. طيب حجي، بتتذكر شو كانت كسوة العروس في ذاك الوقت؟ كسوة العروس كانت عادي زي ما هو اليوم يعني أواعي وكل شيء يعني كل ما تحتاج العروس. وبالعكس كمان يكسو أختها وكمان كان عندهم كمان عادي هدم الخال وهدم العم، هذا العريس يذبحه حزين. أبدا أبدا يقول لك أنا بدي عمها وخالها، بده كل واحد هدم يعني. كان يشتري لها غرفة نوم يا حجي؟ لا ما فيش هالحكي هذا. شو كان لك يعني؟ ما في، كان لها صندوق. وهذا الصندوق بدل غرفة النوم، صندوق يجيبوه يتحط أواعيها فيه وذهباتها. برين برين شو برين؟ كان صندوق الأهم من البري، وكان يكون يجيبوه له خزانة يسموه بري، خزانة صغيرة عبارة عن ظرفتين، شايف كيف؟ وهذا هو والفراش في النوم. طبعا من طريقة الدعوة لما يتحدد موعد الزواج والزفاف كيف كانت الناس تدعي بعض؟ مكاتيب كان فيه ولا كانت الناس مكاتيب يبعثوا مكاتيب للكرة الثانية كلهم تاريخ كذا بدنا نجوز بنا وتفضلوا على العرس. احنا كان يجينا، انا بذكر اجل حياة ابوي من الطيري ناس رسائل انه في بدنا نجوز هذا، اذا استطاع حيو اجى، ما استطاع لا حول ولا قوة في اي وقت مثلا نروح يبارك لهم. نعم. طيب حجي، كم ليلة كانت التعليلة في المزار؟ هذه التعليلة ممكن واحد يعللوا له 10 أيام، وممكن واحد أسبوع، وممكن واحد 3 أيام. هذه ما تقتصر على يعني شيء مشروط. نعم. يعني ابن عم إلي يمكن قعدوا 10 أيام وهم يعللوا له. اللي هو محمود السالم هذا. نعم. أنا بذكر.
فيعني كان يقعد أسبوع مرات هم يعللوا يعملوا دبكي وهذا، بس أقلها 3 أيام يعني أقل شيء، وزيد من عندك يمكن 5 يمكن 7 يمكن 10. طيب حجي، أثناء التعليلة شو كانت يعني الأشياء اللي تمارس في التعليلة؟ شو التعليلة؟ الدبكة، الشباب يدبكوا والنسوان يجتمعين ويدربكين ويغنين ويرقصين خلال هذا كل ليلة يعني. وكانوا مثلا لأنه لا في كهرباء، وأنت بتعرف بالليل يعني مع الأسف أنه الكرة الفلسطينية كان لا فيها مواسير مي توصلها، وأغلبها بل كلياتها إلا ما حتى زرعين وهي كبيرة ما كان فيها إلا غير كليات على عادي يعني، ما فيش مي توصل زي ما هي وحنفيات وهالحكي هذا. طيب عمي، كان في دبكة، كان في سامر مثلا اللي السحجة سامر؟ في السحجة هذا كان وقت ما يصير العرس، بس الدبكة أكثر شيء هذا يصير في التعاليل هذه. نعم. ويجيبوا مثلا وين الدبكة تصير؟ على البيادر يعني، أو في منطقة مش بيادر القرية يعني، اللي تكون أرض ساحة يعني. ساحة مرتبة، ويجيبوا وحطوا من هالحطب يولعوه مشان إيش تضاء الساحة كلياتها، كأنك بدل ما تجيب يعني هذا تضوي على تعرف النار لما تشعل. نعم. يعني يولعوا نار لدرجة إنها تضوي كل الساحة الموجودة. أي نعم، أنا بذكر المزار والله كانوا يجيبوا يظلوا يحطوا أنها يعني الساحة تنتلي. شوف محمد أنا هون يا محمد، هون الجراس؟ من هون عمي، بس دباك السلك حبيب محمد، أنت بالسلك شوف مين. مين أشوف مين؟ السلام عليكم. عليكم أهلين عمي. بدي ألا وين عندكم؟ تحت ألا، هسا بخليها تنزل لك تحت. طيب بس أنا عشان في عندي ضيف. هسا بخليها تنزل عمي. شوف لي بدنا نحاول ننعزل عن الأهل. هذيك المرة نعزلنا احنا. طيب. شوف لي محمد دق له على الباب، خليها كلها في ناس ضيوف اجوا عند آلاء تحت. مرت عمي؟ مطارق؟ مرت عمي؟ وينها؟ صوتك معلم. صوتك مرت عمي؟ ايش هذا؟ مرت عمي؟ مطارق؟ وينك انت بس عايش؟ خليك عندنا انت، خليك خلاص هو بده. شو سامعه؟ ما بدك لك على الباب. الا عندك؟ انا نزلت تحت. هاي في ناس اجوها. هاي نزلت. خلص يلا بس سكر. ايوه. تفضل. طيب حجي، قلت لي كانوا دبكه وكانوا سامر والنساء ايضا، بس كان هل كانت الاعراس مختلطه ولا كانت؟ لا اعوذ بالله يا اخي مختلطه. بس انا طب انت قلت قرايب يا حجي. حتى لو قرايب ابدا، حتى لو قرايب مستحيل، النساء لحال شايف كيف، والرجال لحال. طب كانوا يقدموا ضيافه في الليل يا حاج في التعليله؟ كانوا يقدموا القهوه هاي معروفه يعني، او شاي مثلا، كان يسوي شاي، هذا الشاي موجود. نعم. يسوي يمكن برات الشاي القديم ويسكن الناس يعني، يجي واحد يوزع عليهم. نعم. شاي او قهوه وهكذا، هذه يعني خلال التعليله شايف كيف. نعم. والنساء لحال بكون اصلا، النساء بيكون في بيت يعني مش برا في الساحه ولا شيء، بيكون بيت كبير كيف الصالون في بيت كبار، يجتمعن كلياتهن ويعملن يعني السهره مع بعضهن، اغاني او الدربك او كذا يعني بمعنى. طيب العروس كانت تتحنى يا حجي؟ نعم، ليله الحنه هذه بالعكس، هي ليله الحنه يعني ليله اكثر من العرس كمان. طيب ايضا حجي بدي اسالك عن ده، العريس كان يتحنى؟ العريس كان يتحنى، كانوا يحنوا الرجال. نعم. وغسلوا الرجال، انتبهوا، يروحوا غسلوا الرجال كمان. غسلوه في بيته ولا في بيت اصحابه؟ لا مش في بيته، في بيت اصحابه. واحد يقول غسل، يقول العريس حمامه، حمامه عندي. فهو يروح يحمموه ويحنوه، شايف كيف، يكونوا محنين او لا قبل بيوم. اول شيء بيحنوا ايده، ايد واحد بيحنيها فقط، ايد اليمنى بتتحنى وقبل العرس.
على اساس تنشف وهذا. وثاني يوم مثل ما تقول واحد بيقول هذا العريس حمامه عندي وبحممه، طلع زي من الحمام الله اسم الله عليه، طير يلي بالسماء على الارض في عنا عريس ويطلع في الحكي هذا. طيب عمي بزفوه مشي ولا بزفوه على خيل؟ لا بكو اول ما يطلع من الحمام يزفوه مشي، بس لما يصير عادي بدها تصير الزفه الرسميه شايف كيف، كان يزف على حصان مزوزق الحصان ومهدب له الحصان، حاطين لك فيه اشياء نعم. يعني مزوق بشكل طيب حجي، اهل العريس كانوا يعملوا غدا للضيوف؟ كانوا يذبحوا خرفان ويعملوا او سخول او المهم غنم ويعملوا اكل للضيوف وللبلد كلها. شو كان اكلكم عمي في العراس والمناسف؟ رز ولا برغل؟ لا رز، كانوا يجيبوا رز. تستخدموا اللبن ولا تستخدموا اللبن؟ اللبن، رز ولبن نعم. رز ولبن ويعملوا مناسف للنساء وللرجال، تطلع المناسف تكفي كل هذا، يكون حاط له 3-4 ذبايح العريس. طيب حجي، كانت نقط العريس؟ نعم يرحم والديك. فلوس ولا؟ فلوس، يعني هذا كان يتنقط العريس وين؟ لما ينصمد عاد بعد ما انه هذا وغنوا حواليه، يجوا نقط العريس يحطوا حاجه منديل او شيء. هذا كنت عارف الناس كانت هذا يمكن يدفع 10 قروش، هذا 5 قروش، هذا نص دينار، هذا دينار. نعم. على حسب مقدرة الشخص يعني. نعم. وكان هذاك الوقت الدينار عن 20 دينار اليوم، انت بتعرف فلسطين. اليوم الدينار ملوش قيمة، بس هذاك الوقت كان له قيمة. نعم. الناس على قد الحق، قديش بتقدر بتنق، ان شاء الله معك شلن 5 قروش بتحط. طب في ناس كانوا يجيبوا له قود او ذبائح يا حاج؟ في اللي ينعزموا من برا، مثلا احنا عزمنا ناس من اهل عربوني قرايبنا. نعم. او من وين؟ من دير غزالي او من نورس، يجيبوا معهم ذبيحه. نعم. يجيبوا ذبيحه، هذول كانوا يجيبوا ذبيحه وفعلا هذول لما كانوا يعزموهم يجوا قبل ما يصير الطبيخ، الذبايح هذول اللي تيجي تكفي وتزيد كمان. نعم. يعني ما تحتاجش تذبح. طيب حجي، اذا لما تكون العروس من القريه بزفوها على خيل ولا مشي؟ بزفنها النسوان مشي ولا على خيل؟ على فرس. على فرس. مين كانوا يقودوا؟ غمغم وجهها هيك هذا، والنسوان ولا ببين منها شيء كمان، وماشات جنب الفرس لحم من دارها وابوها من البيت يعني ابوها، لانه فيش في صالات هناك، ما في صالات، تكون العروس مثلا بيت اهلها شايف كيف، بدها تطلع من هناك، تطلع اذا البيت يجيبوا لها الفرس تركب عليه ويمشي النسوان معها لما تصل بيت العريس هناك ويرجع. مين كان يقود الخيل او الفرس عمي؟ بالنسبه للعروس، للعروس ما في رجال، يعني ممكن يكون العروس يكون مثلا شاب صغير اخوها يعني او قريبها جدا شايف كيف. اذا العروس من قريه ثانيه حجي؟ من قريه ثانيه نفس الشيء، احنا جبنا ناس من المزار، جابوها من شو اسمها هذه من دير غزالي، تزوجوا قرايب لنا، يجيبوها برضو على 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 على, 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 على الفرس من دير غزالي الى المزار. بس الزفة تبدأ وين؟ والله نسيت أنا، أول ما تبدأ لا الزفة بتبدأ لما توصل أول البلد يكونوا زفوها. كان يروح كثير مع الفردة يا حج؟ النساء كثير يروح مع الفردة لما يجيبوها. طب كانوا اشترطوا القرية الثانية ذبيحة الشباب أو شات الشباب؟ هي ما هي شرط، بس كانوا عندنا احنا كانوا ما يشترطوا هذا الشرط ذبيحة الشباب، بس هم من الأصل كان الذبيحة لازم تكون جاهزة للنساء أو للرجال اللي بدهم يروحوا، يعني الأكل مجهزينه. طيب حجي، كان ينضرب العريس لما عادي سيئة؟ عادي سيئة ولا أصبر عادي، هذه سيئة، كان يسلخ بعصتين كان قبل ما يفوت على العروس، وأنا ما أدري هاي، بس مش عارف ليش. هذا سلخك عصاية أنت؟ لا أنا شردت أنت؟ لا لا أنا لما إني تزوجت الحكي ما كانش فيه.
هاي قديما كانت. يعني انت ما رضيت تتجوز غير لما تخلص العصي. هاي العصي خاصة. طيب حجي بدي اسألك سؤال مهم جدا. لما كان يدخل العريس على عروسته ويثبت رجولته والمرأة تثبت عذريتها كان يعلن عن ذلك بطريقة معينة؟ كانت هذه وبرضه هذه أنا هذه العادة اللي أحبذها. مش كل يعني في القرى أنا كنت أسمع عنها هذه. نعم. لكن إحنا عندما شو اللي كنت تسمعه يا حجي؟ يقولوا إنه إذا العريس يعني يدخل على العروس تقعد أم العروس أو قرابتها ينطروا تا يطلع واحد يقول بيض الله وجوهكم أو كلام من هالنوع يستنوا. فهذه في الأخير على كل حال هذه آخر شيء التقت يعني من فلسطين. هاي قديما كانت أنا بذكر. طيب حجي كان في شيء اسمه صباحية العريس أو صباحية العروس؟ موجودة هذا اليوم وقت. شو هي الصباحية كانت؟ الصباحية يأخذ لهم أكل يعني مثلا أنا لما زوجت أمي تكون عملت لي مثلا هذا المؤاخذة عملت لي أكل سلكت لي جاجي ومزبطها وجايب كذا أو حاشيتها مثلا وجايبت لنا إياها الصباحية نأكل. يعني الصباحية أهل العريس اللي بيتولوا أمرها يعني. أهل العريس مش أهل العروس. وأهل العروس هي مثل ما تقول ممكن أهل العريس يقولوا لا العروس لا هاي خليها علينا احنا وممكن أهل العروس تقول لا أنا مثلا من العروس أنا بدي أودي لهم وبالاتفاق. لا بقى طب كانت تفرد العروس يا حجي؟ كيف يعني؟ يعني تروح عند أهلها بعد أسبوع زمان مثلا؟ أسبوع لا أقل شيء بدها يعني أقل شيء بعد العرس بدها شيء أسبوعين تقريبا إذا أردت أن تروح لبيت عند حتى تطلع في بيتها تقريبا 10 إلى 14 يوم على ما أعلم. أنا ما كانش حد تخرج من بيتها تروح عند أمها ولا عند حدا. يعني ما كانوا مثلا العروس تأخذ خروف تأخذ لها هدية لأهلها بعد لا أسبوعين زمان ما عندنا. طيب حجي بعد إنك بدنا نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله. تفضل.